شيكا مارا، الفيلم الأسوأ في مشواري الفني، نعم أم لا؟ لا، ده أنا عندي صدمة من نجاحه اللي حصل في التلفزيون، من خلال التلفزيون. مش فاهمة ليه، مش فاهمة إيه اللي حصل لما اتعرض في التلفزيون. الناس كلها عملت عليه رياكشن عالي قوي قوي قوي، أعلى من ما كان في السينما. لما كان في السينما ما حصلش الرياكشن الأوفر قوي ده، يعني ما كان في السينما هو ما عملش الرياكشن الأوفر اللي حصل على أيظنه كإيرادات كحضور. لكن لما تعرض في التلفزيون، لا الحمد لله جاء عليه صدى نجاح جامد، يعني عشان وصل لكل بيوت الناس، يعني من دون ما يقصدوا هن يروحوا على السينما. ما عرفش، يمكن توقيت عرضه في السينما الناس ما كانتش انترستد تشوف تروح، كان في فيلم تاني هم انترستد فيه اكتر. على كل هو فيلم عائلي، يعني كمان بيناسب الاسره كامله الحمد يعني. لله. نعم. لا انكر انني كنت احب تامر حسني في مرحله من حياتي، نعم ام لا؟ لا لا، ما حبيتيش بشكل مختلف علاقتي. ايوه، عشان كده قلت لا، ما ينفعش تتقال كده، لانه انا علاقتي انا وتامر علاقه غريبه جدا حقيقه. علاقه اتنين في بينهم كيمياء عالية زيادة عن اللزوم، وطريقة هزارهم وضحكهم وكلامهم شبه بعض بالظبط، لكن شخصياتنا اللي جوانا مختلفة. فإحنا طول ما إحنا صحاب كنا دايما بناخد بالنا، يعني ممكن وإحنا بنتصرف في الحياة العادية ناخد بالنا إنه تفكيري غير تفكيره. فعمرنا ما دخلنا عدينا ودخلنا مرحلة إن إحنا نحب بعض، عشان عارفين إن إحنا كاتنين أحباب مش هنبقى كابل كويس، رغم إن إحنا كابل كويس قوي في الصداقة والضحك والطلع على الشاشة. ليه ما كنتوش تنفعوا يعني بعلاقة جديدة، علاقة حب؟ علشان كل واحد فينا بيفكر بطريقة، فكنا يعني كل واحد فينا ليه طباع وليه طريقة تصرف غير التاني. بل الاختلاف كمان بالعلاقات ممكن يوطد علاقة جميلة، مش ضروري اللي نرتبط فيه أو يكون معه بعلاقة حسب يكون النسبة. بيشبهنا حسب النسبة، يعني في نسبة اختلاف تبقى بسيطة فتقدروا يعني ما هو مش كل الكابلز شبه بعض بالظبط، بس حسب نسبة الاختلاف. احنا مختلفين 180 درجة كطباع وطريقة أفكار، لكن شبه بعض بالظبط بالملي في طريقة الهزار وطريقة الكلام والرياكشنز. يعني أنا في رياكشن كده أنا وهو بنعمله ايه اللي هو يعني ما مش عارفة أجيبهولك دلوقتي، بس يعني عندنا رياكشنز تيبيكال شبه بعض، وأنا يعني ما كنتش أعرف إن هو بيعمل كده وهو يعني زي إيه يعني؟ يعني ماما اللي هو دي كده يعني ايه اللي هو يعني في حاجات، لا رياكشنز كده معرفش اعملها حالا، بس لينا حاجات كتير شبه بعض من بره، لكن كشخصيات كم الاختلافات لا تخلينا ممكن نموت بعض اساسا في يعني هنتخانق كل 10 دقايق. فعمرنا ما جربنا اصلا نعدي بقى نخش في مرحله ان احنا نحولها من صداقه لحب. ولا فكرتوا في الموضوع؟ ما صار في حتى تجربه في هذا الموضوع؟ لا.